لو تحت في الفيمورال ممكن يبقى اللور ليمب سكيميك اب تو ان هو يعمل امبوتيشن يقطعوا رجله لو ما اديناش هيبارين كويس وعملنا انتيكواجريشن كويس. نفس القصه فوق في الريديال، لو احنا الارتري حصل فيه سكيميا يحصل سكيميا في الابر ليمب ممكن يعملوا له امبوتيشن برضه. فلازم ايه بقى ناخد برضه وندي هيبارين كويس عشان ما يحصلش ثرومبوزز ويحصل المشاكل بتاعته. ممكن بقى وانت شغال فوق مثلا برضو في الاورطة يحصل فيه تروما في الاورطة، وارد يحصل ديسكشن في الكورونرز ذات نفسهم وانت بتعمل دياجنوستيك ممكن يحصل فيهم ديسكشن تقفل والعين يموت منك على الترابيزة. فلازم يبقى ايه فاين تونينج وفاين اكشن وانت شغال تبقى كوشس جدا والدكتور شغال يبقى كوشس جدا. خلاص نفس الكلام برضو على الفينوس سايد، نفس الكلام اللي قلناه هيماتوما بليدنج انفكشن ثرومبوزز دي في تي. هنا بقى الثرومبوز هيبقى فينوس ثرومبوزز دي فينوس ثرومبوز دي في تي. ها طيب الصبغه اللي بنديها ذات نفسها في القسطره ممكن تاثر على الكلى تعمل حاجه اسمها كونتراست انديوست نيفروباثي. خلاص يعني فشل في الكلى بسبب الصبغه. خلاص طيب البيس ميكرز اللي احنا قلنا عليها سواء السنجل او الديوال او البايفنتريكولر ممكن يحصل فيهم برضو نفس المشاكل في مكان البوكت بتاع البيس ميكر يحصل فيه هيماتوما يحصل فيه انفكشن. ممكن وانت بتحط الليدز سواء في الرايت فينتركل او في الكورونري ساينس ممكن تخرم القلب يحصل بيريكاردال افيوجن. خلاص طيب الكودنج بتاع البيس ميكر يعني بالحقيقة برضو بالنسبة لكم هيبقى يعني ايه كتير شوية عليكم انما هنقوله بسرعة ويعني ايه يعني ان شاء الله يبقى سهل. ايه قصة الكودينج ده؟ هتلاقي مثلا العيان بنقول لك راكب له سنجل تشيمبر في في اي او دول تشيمبر في في تي او دول تشيمبر دي دي دي. خلاص ايه بقى الفي في اي والدي دي دي والفي في تي والكلام ده كله؟ اول حرف خلاص اول حرف ده اللي هو الشامبر بيست يعني الفنتريكل او الاتريوم البيس ميكر ليد اللي انت حاطه ده بيعمل حاجتين، بيعمل بيسنج يعني بيبيس بيخلي القلب يكونتراكت وبيسنس وبيحس القلب بيكونتراكت ولا لا. خلاص وبعد كده بيبقى في ريسبونس بقى للسنسنج ده. خلاص هل هو هي لو سنس القلب هيقف مش هيشتغل ولا لو سنس ان القلب مش شغال هيشتغل اللي هو ايه يا اما بيتريجر يا اما بينهبت. خلاص لو عرفنا اول تلات ارقام يبقى حلوين قوي. يبقى هو اول واحد اللي هو تشامبر بيست، تاني حرف اللي هو الشامبر سنسد، وتالت حرف الريسبونس بقى للسنسيشن ده. يعني انا لو قلت لك مثلا العيان ده مركب في في اي سنجل تشامبر بيسميك في في اي، قلنا الفي اول حاجه اللي هو الايه تشامبر بيست، يبقى هو بيعمل ايه بيبيس الفنتريكل الفي اللي هي الفنتريكل يعني يبقى هو بيبيس الفنتريكل. طيب في في برضو فنتركل يبقى بيسنس الفنتركل يبقى بيبيس وبيسنس في نفس الوقت الفنتركل. اي انهيبيشن يعني ايه؟ يعني لو هو البيس ميكر حس وهو بيعمل سنسنج للفنتركل ان الفنتركل بيكونتراكت البيس ميكر هينهبت اتسلف يعني مش هيدي ايه كهربا هيسكت، ما دام الفنتركل بيكونتراكت هيسكت يبقى ده اسمه ايه انهيبيشن. فلما اقول لك العين ده مركب في في اي يبقى انت تفهم ان هو بيبيس الفنتريكل في اول حرف اللي هو قلنا الايه تشامبر بيست، تاني حرف اللي هو تشامبر سنس يبقى في في برضه بيسنس الفنتريكل يبقى بيبيس ويسنس في نفس الوقت الفنتريكل.
طيب وي اي انهيبيشن، يعني لو حس ان الفنتريك بيكونتراكت هينهبت هيوقف، طب لو حس مش بيكونتراكت هيعمل ايه؟ هيشتغل. فهمنا القصه؟ نفس القصه لو قلت لك العيان ده مركب دي دي دي، احنا قلنا دي يعني دول، يعني بيعمل ايه؟ يعني بيبيس ويسنس في نفس الوقت الاتريال والفنتريكل، يبقى دول في كل حاجه، بيبيس ويسنس الاتريوم والفنتريكل. يعني انا قلت لك عندما مركب دي 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 يبقى دي اول حرف اللي هو تشامبر بيست، يبقى بيبيس ايه؟ الاتريوم والفنتريكل عشان دول. خلاص تاني حرف الشامبر سنسد، لو قلت لك برضو دي دي يبقى دي تاني حرف سنسد، ودي قلنا دول يبقى الاتريوم والفنتريكل. طيب وفي الاخر دي، احنا قلنا دي 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 اللي هو اخر حاجة اللي هو الريسبونس، بينهبت ويتريجر. يبقى زي ما قلنا لو لقيه ان القلب شغال البيسميكر هيوقف، يبقى ده اسمه الريسبونس انهيبيشن. لو لقيه مش شغال هيعمل ايه؟ هيشتغل. خلاص يبقى قلنا اول حرف اللي هو الشامبر بيس، تاني حرف تشامبر سنسد، تاني حرف تالت حرف اللي هو الريسبونس بتاع البيس ميكر. خلاص طيب، يعني اتمنى يكون المحاضرة دي يعني هي يعني تقيلة شوية، بس اتمنى ان انا اكون بسطتها على قد ما اقدر يعني، واشوفكم في المحاضرة الجاية ان شاء الله.